استجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدينا خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نقرأ منها: زيادة وزن الأم ترفع خطر إصابة الطفل بالعيوب الخلقية. كشفت دراسة علمية حديثة أن زيادة وزن المرأة يرفع خطر حدوث تشوهات خلقية للطفل في الرحم. وجد الباحثون أن زيادة الوزن تزيد من خطر العيوب الخلقية، بما في ذلك مشاكل في القلب وعيوب الأطراف ومشاكل في الجهاز الهضمي. من صحيفة النهار إلى كل محبي البطاطا المقلية، عليكم التوقف عن تناولها فوراً. أثبتت دراسة علمية جديدة أن تناول البطاطا المقلية يتسبب بارتفاع خطر الوفاة، وأن الأشخاص الذين يأكلون البطاطا المقلية أكثر من مرتين أسبوعيا مهددون بالوفاة أكثر من الأشخاص الذين لا يتبعون هذه العادة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة: الصين تقرر تطعيم الدواجن ضد إنفلونزا الطيور الشهر المقبل. قررت الصين تطعيم الطيور الداجنة الشهر المقبل ضد فيروس إنفلونزا الطيور، وذلك بعدما حصد مئات الأرواح خلال الشتاء الماضي وسبب ضررا كبيرا للصناعة. وختام هذه الجولة الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت بين صفحاتها: اغسل يديك لتعيد ترتيب أفكارك. كشفت دراسة جديدة عن أن غسل الأيدي لا يجعلها نظيفة فقط، ولكن يمكن أن يساعد في تخليص الدماغ من الأفكار القديمة وإعادة ترتيب الأفكار.